We are just start a little bit late because of technical problem. I welcome all. We have today Dr. Mohsen Elgarni as a speaker with us, as well as Dr. Hani Hindawi. Welcome all. Inshallah, احنا نبتدي ان شاء الله البانل ديسكشن مع الدكتور محسن القرني. الدكتور محسن القرني معنا, اي بس حامل زي انتروداكشن دكتور محسن والدكتور هاني از باك جراوند عنهم. تنو الدكتور محسن القرني هو مهندس استشاري بالهيئه السعوديه للمهندسين وعضو الجمعيه السعوديه للمحافظه على التراث. حاليا هو كبير مستشارين المدير والمدير التنفيذي لبرنامج اعمار المساجد التاريخيه في وزاره السياحه بالمملكه العربيه السعوديه, ورئيس مجلس اداره شعبه المساجد. كباك جراوند عن الدكتور محسن, ما شاء الله وعنده خبره علميه عاليه من خلال الماجستير والدكتوراه في مجال التراث العمراني, ورساله الدكتوراه بتاعته حازت على مركز متقدم في جائزه الامير سلطان بن سلمان للتراث العمراني, وحصل على عده من الدورات المتخصصه في كل من اليابان واسكتلندا وبريطانيا في التخطيط العمراني وتخطيط المدن الجديده, وكان متعاون مع او ما زال متعاون مع جامعة الملك سعود وجامعة دار العلوم. دول عديد من الأبحاث المنشورة في عدة أماكن عالمية. بالنسبة للخبرات العالمية, وهو ثري جدا في مجالات التخطيط في وزارة الشؤون البلدية القروية, إلى جانب الخبرات العملية في هيئة السياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية, في وكالة التخطيط المدن بوزارة الشؤون البلدية والقروية. رئيس هو كان رئيس إدارة التصميم العمراني ومدير عام الدراسات والبحوث, ومنسق ل منسق فريق مشروع تحديث الاستراتيجيات العمرية الوطنية. كان دكتور هاني عمل كتاب مع دكتور اسف دكتور محسن عمل كتاب التراث العمراني في المملكه العربيه السعوديه. وبالنسبه لهيئه السياحه والتراث الوطني, دكتور محسن هو المشرف على برنامج التراث العمراني ومدير عام المشاريع المشاريع التنميه بقطاع الاثار والمتاحف. هو المدير التنفيذي لمركز التراث العمراني الوطني, وعضو فريق اعداد ميثاق المحافظه على التراث العمراني في الدول العربيه, الى جانب انه عضو فريق اعداد ميثاق المحافظه على التراث العمراني في الدول الاسلاميه. الدكتور محسن عمل كعضو في اللجنه الفنيه لمشروع تطوير الدرعيات التاريخيه, الى جانب انه عمل ملف تسجيل جده التاريخي في اليونسكو. ده اقل حاجه طبعا عن الدكتور محسن وهو هنا للتعريف, الى جانب حصوله مؤخرا على جائزه ما شاء الله, يعني نتشرف جميعا بانه موجود معانا اليوم. دكتور محسن الفلور فور يو, بخصوص استاذنك بس في الاول الجائزه اللي حضرتك حصلت عليها مؤخرا, الى جانب المشاركه بالعرض الثاني ان شاء الله تتفضل بيه. الفلور فور يو دكتور محسن, بليز تفضل حضرتك. شكرا دكتور سلام, وأنا سعيد أن أكون معكم اليوم في هذا السيمينار وفي جامعة البحرين, مشكورين للدعوة. طبعا الجائزة اللي حصلت عليها مؤخرا هي الجائزة التقديرية لاتحاد الأثريين العرب لعام 2020. مداخلتي اليوم إن شاء الله ستكون عن مستقبل المساجد التاريخية, وستتناول ثلاثة محاور. المحور الأول سأتحدث عن الأصالة والهوية, والمحور الثاني عن التصميم والتنفيذ, والمحور الثالث عن الاستدامة وكيف نحقق الاستدامة في مستقبل مساجدنا في دول الخليج العربية. إذا سمحتوا لي ممكن أبدأ في استعراض تجربة في المملكة العربية السعودية عن تأصيل المساجد التاريخية والمحافظة عليها, ومنها ننطلق إلى العمل اللي هو يعني الدخول إلى المحور الثاني. السكرين يبدو لي واضحة عندكم الآن الدكتور سلام؟ واضحة يا فندم, واضحة دكتور, أهلا وسهلا, تفضل يا فندم. تمام, أحتاج الصورة تكون واضحة. دقيقة لو سمحت بالله. على راحتك دكتور, تفضل. احتاج الصوره تكون تظهر صورتي. احتاج الصوره تدخل على السكرين.
It's clear now, doctor. Clear now. Hey, okay. طبعا التعريف سيكون ان شاء الله على المساجد التاريخيه، سيتطرق لعده عناوين رئيسيه، وهي التعريف بالبرنامج واهدافه والخطه التنفيذيه، وايضا مشروع الامير محمد بن سلمان كنموذج، وايضا سيتم التعرض الى موضوع اللي هو تحقيق الاستدامه في المساجد التاريخيه. طبعا رؤية البرنامج هي المحافظة على المساجد التاريخية في المملكة العربية السعودية وتأهيلها للعبادة واستعادة أصالتها سواء كانت عمرانية وظيفية، وإبراز المساجد التاريخية كأحد أهم عناصر التراث الوطني في مكانتها في المملكة العربية السعودية. دكتور، you need to share the screen please. السكرين مش باين بتاع الباوربوينت، حستأذنك بس. الآن واضح ولا لا؟ لا مو واضح الحين. مو واضح. في اللي هو المستطيل، بس اعمل شير تاني لل. ايوه الحين اوكي يا دكتور. لو سويت برزنتيشن الباوربوينت يبقى ممتاز. ممتاز تمام. وحاول بس استاذنك بس تشيل الصوره بتاعتي او السكرين على اليمين دي، اكون شاكر. اضغط على اكس بس. طيب. تفضل فن. إذا سمحت لي بس فيه فيلم يعني قصير يعني استعرض في يعني كيف أنا بدأنا في البرنامج، وكيف يعني تم استقطاب حقيقة كثير من ال هو الفيلم من غير صوت يا دكتور، فهستأذنك بس لو في هيبقى من حضرتك. في صوت دكتور الآن؟ لا هو ما بيبقاش في صوت، لازم بيبقى له تظبيطة معينة. هو حضرتك لو تدي ديسكريبشن عنه، لان احنا الوقت بيداهمنا واحنا عندنا حوالي اوكي اتفضل. احنا تجاوزه. طبعا بدأنا يعني ابراز اهم القضايا اللي معالجتها في التنميه العمرانيه وهدم كثير من المساجد التاريخيه، وايضا ضعف التنسيق التوظيف للمساجد وضمن التنميه العمرانيه، وايضا قله الوعي باهميه المساجد التاريخيه وصعوبه توفير التمويل، وايضا عندنا اشكاليه في اللي هو التنظيم المؤسسي. طبعا استندنا في عمليه التنظيم على إطار تنظيمي من خلال الأنظمة، سواء كانت أوامر سامية أو كانت قرارات أو كانت أنظمة، بحيث أن فعلا نتبنى المساجد التاريخية كأهم القطاعات في التراث الوطني. كما ذكرت يعني الهدف الرئيسي حددناه في البرنامج من المحافظة للتأهيل والتطوير والتوظيف والتشغيل والصيانة، وأيضا يعني كيف يعني ممكن استثمار المساجد التاريخية في إعادة تأهيل وتنمية القرى التراثية. ويعني نبدأ بالمسجد كمكون رئيسي للتنمية، فبعد تنمية المسجد تبدأ تدب الحياة للقرية، وهذا حقيقة أحد الأمثلة في قرية الخبر التراثية.
والحمد لله استطعنا في كثير من القرى أن نتبنى هذا التوجه، وأصبحت المسألة التاريخية عنصر رئيسي في تأهيل وتطوير القرى التراثية. طبعا تم تحديد مهام البرنامج بالحصر والتوثيق والعلاقات مع الشركاء والدراسات والإشراف والتنفيذ والتوعية والتعريف. تم تحديد الشركاء مع البرنامج سواء كان وزارة الشؤون الإسلامية أو كان مع الشركاء الآخرين مثل الجمعيات ورجال الأعمال. طبعا الشركاء مهم جدا أن نعمل معهم على اتفاقيات حيث أن نضمن العمل التكاملي مع الشركاء، وكنا نستهدف حقيقة التوقيع من خلال أعلى مسؤول في الجهة. أيضا استقطبنا عدد من العلماء خصوصا في مجال الشريعة في تسهيل مهامنا في العمل والتعريف بالبرنامج. طبعا وضعنا أيضا خطة تنفيذية وتم توقيعها مع وزارة الشؤون الإسلامية، وكانت تشتمل على الحصر والتوثيق والتمويل والترميم والتوعية والتعريف. طبعا الخطة التنفيذية عملنا على تنفيذها، يعني زي مثلا الحصر والتوثيق من خلال استمارة للتعريف بالمسجد ومزاياه ومعاييره، وأيضا عملنا على الحصر على مستوى مناطق المملكة، يعني حصرنا الآن أكثر من 1500 مسجد تاريخي، وهذا نماذج للحصر والتوثيق. استخدمنا الليزر سكانينج في التوثيق، إحنا فعلا نبرز كل عناصر المسجد. يعني هذا مثال مسجد الغمامة مثلا في المدينة المنورة، تم إصدار أطلس يحتوي على 50 مسجد تاريخي على مستوى المملكة. طبعا المساجد هذه تعبر وتوضح تنوع وثراء المساجد التاريخية في المملكة. أيضا ركزنا على يعني آلية التمويل سواء كان من البرنامج خادم الحرمين للتراث الحضاري أو التبرعات أو الميزانية الجهات ذات العلاقة، ولكن ركز حقيقة على عمل اللي هو الاتفاقيات. طبعا المسار التوعية والتعريف هذا من أهم المسارات اللي اعتمدنا عليها في البرنامج، من إنتاج أفلام وأيضا ورش عمل ومعارض. هذه مثل ورش العمل من خلال أمراء المناطق يعني لدعم البرنامج، وأيضا توقيع اتفاقيات مع المتبرعين، وأيضا ورش عمل للتعريف بالبرنامج، وتدريب أيضا المنسوبي الوزارة الشؤون الإسلامية والسياحة في مجال التعريف بالبرنامج، وأيضا إصدار عدد من الكتب في مجال البرنامج. طبعا حقيقة لما عرضنا البرنامج في مؤتمر على مستوى الدول الإسلامية، تم التوصية باستفادة من البرنامج في جميع الدول الإسلامية كنموذج يمكن الاقتداء فيه. هذا بعض النماذج الحقيقة المتبرعين عملوا على تنفيذها. يعني نلاحظ المسجد قبل وبعد. طبعا كما ذكرت يعني حصرنا أكثر من 1500، تم ترميم أكثر من 150 مسجد، تم توقيع 84 اتفاقية، وتم إعداد دراسات لأكثر من 175 مسجد بالإضافة إلى المحاضرات والندوات. طبعا هذا أهم مشروع عندنا، المشروع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، طبعا تبرع بترميم 130 مسجد، انهينا تقريبا المرحلة الأولى تشمل على 30 مسجد، ويعني هذا كان نموذج من المساجد اللي تم يعني ترميمها يعني كيف انها ممكن يعني أعيد. ما زال في ساوند بروبلم مع الفيديوز دكتور، لو استاذنك لو تشرح الخلاصه بتاعته اكون شاكر لحضرتك. طبعا هذه المساجد في منطقه مكه المكرمه كنموذج
يعني كيف بدأنا في التعامل مع المسجد من خلال التوثيق المكاني مع الأهالي ومن خلال الوثائق التاريخية، وأيضا كيف عملنا على إعادة ترميم. طبعا هذا الترميم يعني بعد هو الفيديو من غير صوت يا دكتور، طبعا زي ما حضرتك عارف. طبعا هذه نماذج من المشاريع اللي فعلا تبنيناها في المشروع، يعني هذه تبرز التنوع والثراء في الهوية العمرانية بناء على موقع المسجد وثقافة المجتمع وأيضا الناحية البيئية. طبعا مر المشروع حقيقة بعدة مراحل، منها عملية التوثيق من الموقع، وأيضا لحظ المسجد قبل الترميم وبعد الترميم، الحمد لله الآن تقام فيه الصلاة. هذه نماذج من المساجد اللي تم ترميمها، أنا سأستعرض بسريع لأنه فعلا بدأنا متأخرين يمكن من الناحية التقنية، ولكن لاحظوا الآن يعني المسجد قبل كان فيه إضافات يعني حديثة، كان فيه يعني مباني بالبلوك، كان فيه أعدنا المسجد إلى هويته السابقة. لاحظوا المسجد هذا مثلا في حائل كيف كان وأصبح الآن بهذا الشكل. من المهم جدا احنا كمعماريين كيف نستفيد من هذا الثراء المعماري والتنوع في تصميم عمارة مساجدنا الحديثة. طبعا هذا التنوع على مستوى مناطق المملكة، يعني لاحظوا في سواء كان في الفورم، سواء كان في التفاصيل، سواء كان في البلانات، تختلف حقيقة من موقع إلى موقع. مثلا في وسط المملكة نلاحظ أن يكون هناك المساقط في خلوة تحت الأرض يستفاد منها في الصلاة في وقت الشتاء، وهذه التفاصيل المعمارية التي عملنا على توثيقها. أيضا مساجد في منطقة الحجاز وكيف التأثير بالعمارة على مستوى يعني الخلافات الإسلامية خصوصا في العهد العثماني. أيضا وصلنا إلى تفاصيل يعني في يعني المحاريب، الأروقة، الأعمدة في جميع مناطق المملكة، وهذه نماذج منها. لاحظوا الاختلاف والتنوع، وصلنا حتى لتفاصيل الأبواب يعني في العمل. أيضا لاحظنا الناحية الاجتماعية، مثلا في أحد المساجد في عسير هناك مكان مخصص لاستقبال الضيوف الزوار اللي هم جايين عابرين، وبعدها ممكن في عملية التناوب في استضافتهم في القرية، فأكدنا على الجانب الثقافي والاجتماعي في المسجد وأعدناه. هذا نماذج حقيقة من المساجد الأخرى اللي فعلا تمت إعادتها. أيضا التفاصيل حتى في المواضع يعني حافظنا عليها ورممناها، الأعمدة الخشبية. طبعا نصل في يعني ختام العرض إلى كيف يمكن أن نستفيد من هذا التنوع والثراء المعماري في المساجد في دول الخليج ليس فقط في المملكة،
وإنما كل دولة لها مزايا ولها هوية عمرانية. كيف نعكس هذا التصاميم وهذه الهوية في تصاميم مساجدنا في المستقبل؟ وهذا يمكن من أهم الأشياء اللي يجب أن نحرص عليها، أهمية حقيقة توثيق المساجد التاريخية على مستوى دول الخليج، وضرورة يعني تلاؤم التصاميم الحديثة مع متطلبات العادات والتقاليد. أيضا أهمية المساجد خصوصا التاريخية في تنمية القرى والأواسط المدن التاريخية، وأيضا إبراز تنوع هذا التصاميم المعمارية، وأيضا استنباط معايير وأسس لتطوير العمارة الحديثة. طبعا هذا حقيقة يعني ملخص سريع جدا. أي دكتور؟ أهلا دكتور، تمام. وأنا سأترك الحديث في عملية الحوار، عملية التصميم والتنفيذ والاستدامة إلى يعني إذا حبيت أن نستمر فيها أو يعني مداخلة ونسير الحوار. شكرا جزيلا دكتور على العرض اللي حضرتك قدمته، جزاك الله خير. دكتور اسلام انا ما اسمع الصوت. اتوقع دكتور اسلام عنده مشكله بالنت. اوكي انا ممكن اكمل واقدم دكتور هاني معانا. شكرا دكتور محسن على البرزنتيشن وعلى العرض، لفتنا وايد صراحه، شكله مشروع وايد فاد المجتمع وفاد طريقه التوثيق وما الى ذلك. اتوقع دكتور اسلام موجود الحين، بس we lost you for a bit. في عندنا جمهور يعني we have an audience who talks in English، so كانوا يعني حابين يعرفون اللي كنت تتكلم عنه دكتور محسن. So I took the liberty of translating some of your points في the comment section. يعني وانت تتكلم حاولت قد ما اقدر اعطي ملخص للمحاضرة. دكتور هاني العفو. دكتور هاني، دكتور اسلام تبي تعرف دكتور هاني معنا؟ لان الابديتنج بايو بتاعته معايا فحس اذنكم بس. يس دكتور هاني، ويلكم دكتور هاني، اتس جريت اونر تو هاف يو ويز اس توداي ان شاء الله. دكتور هاني، جاست ا باك جراوند اباوت دكتور هاني، هي از ا كونسلتنت اوف عبد اللطيف الفوزان اوورد فور موسك اركتكتشر. هي هاز ا بي اتش دي ان اركتكتشر هيريتج فروم ايطالي. A former advisor of heritage of Saudi Ministry of Tourism and former president of architectures and heritage foundations at Jordan. Furthermore, Dr. Hani was assistant professor at the Faculty of Architecture and Arts at Petra University in Kingdom of Jordan. Dr. Hani is a cultural heritage specialist focusing on heritage tourism and the development of heritage resources.
His regional and international contributions in his field were remarkable, and he worked at different projects with World Bank and UNESCO and different projects of public and the private sectors in both inside Saudi Arabia and outside Saudi Arabia in different parts of the world. Dr. Hani also served as a planning and design officer at the United Nations, former architecture in Kuwait, and Center for Heritage Management at Saudi Arabia. Finally, Dr. Hani has a strong background in the education and learning, and he's a well-known person in the field of heritage and in Saudi Arabia. Dr. Hani, welcome in our conversation today, and floor for you, please, to start your discussion about the architecture, please, mosque and architecture, please. Go ahead. Floor for you, please. Dr. Hani, please. Good afternoon, all. Good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, Dr. Hani, you can start your part, please. Good afternoon, everybody in Bahrain and Saudi Arabia and worldwide. Thank you for inviting Abdel Latif Al Fawzan Award for Mosque Architecture. And it is a great opportunity to expose the objectives and the aims of this international award in designated for mosque architecture. As a matter of fact, the award has started in 2011 and in the first cycle, and now in 2020 we are living the fourth cycle of the award. The award is now, as I said, living its fourth cycle, and we are targeting the mosque in the entire world. Back to the second and the first cycle of the award, which was targeting the mosques in Saudi Arabia and the Arabian Gulf in the second cycle, in which gave us or enable us to have the chance to monitor and to observe the development of mosque architecture in the Arabian Gulf and the GCC countries. Actually, it was, yani, we received a huge amount of information and data about the architecture of mosque in the Arabian Gulf, which also has enabled us at the further stage to classify the data and to classify the information about the development and the progress of design of mosque architecture in the Arabian countries. The most important thing in the award is that the award is targeting the contemporary mosques which has been built after the year of 2000. Of course, we are on the opposite of the thing that we have just saw with my colleague Dr. Mohsen Gharni about the historical mosques. We are targeting the contemporary and the future mosques. And this is why we have established this this award, to develop the mosque architecture, the future mosque of architecture. The fact
تفضل دكتور، الصوت مسموع، please go ahead. The fact is that the award in its second cycle has, especially when it was targeting the mosques in the GCC countries, we came to a special or a kind of conclusions about the development of mosque architecture in the Arabian Gulf countries. And we can classify those styles and philosophies and the technology that being attempted and the design and so talking about the philosophy of mosques, we have sometimes go with extreme the architectural philosophy of mosques, as we note in Dubai, for example, and when the design of the Vanishing Mosque, designed by Russell Gernberg and Rocks consultancy firm in Neil. So they started to talk about designs of mosque that has no, partitions and no walls. So it's a kind of praying at the open space at some parts of Dubai, which yani we are going here in the design, the very extreme part of architecture, and about the theory and the classification of mosque design. Then we came to the contemporary forms of mosques, as we are seeing, and everybody in Bahrain can see it, the Arkabita Mosque designed by Scott Moran and Merrill SOM. It is another trend in designing mosque in the region. Thirdly, we came to the developed forms of mosque architecture, as we can see in King Abdullah Financial Districts in Riyadh, designed by Omraniya. It is somehow developed forms or developing forms of the traditional mosque architecture, the dome and the minaret. So the award has focused or shedded the light on some trends in the design of mosque architecture. Of course, the Arkabita Mosque in Bahrain has won our award in the second cycle, and the KFD King Abdullah Financial District Mosque has been shortlisted in the third cycle of the award. This is the aim of and targets of the awards, to develop and to reproduce the architectural forms or technology to match with the contemporary technologies and digital age in architecture. This is why we are targeting all mosques after the year 2000. The award, after classifying most of the data received, is targeting really the contemporary mosque and in order to maintain the function of the mosque, but to enable new forms, new techniques, and new technology that could be used in the future mosque. The thing that we are working on this, because we realize that in the entire world we have more than 3,700,000 mosques around the world, and most of them are suffering from very poor quality of architecture. So this is why the award is targeting now the contemporary mosques and trying to create new forms to order to develop
the social environment and the social neighborhood of those mosques. The other challenge that we are facing after the philosophy and the forms is the usage of the technology, of the current technology that we are living in. The smartphone, the smart system, new technologies in building materials. So we have also started to target some of the international producers of technology worldwide, also in the technical for architectural consultancy offices worldwide, to gather the technology with the architecture and to spread out a new trend in designing. This is one of the programs that the award has started to work on, which is the VCO, the Virtual Consultancy Office, that could give the chance for interests in mosque architecture and mosque builders to get connected with a consultancy firm and to get connected with the technology producers to start to produce new generations of mosques and new trends in mosque architecture for the future. Yes, go ahead, Doctor. We are listening. The Abdel Latif Al Fawzan Award for Mosque Architecture has came out with a new, platform for the management of mosque architecture worldwide. We have created in the third cycle different databases that all interests in the mosque architecture can log in and can utilize and get the knowledge of about mosque architecture. We have the first database is Mosquepedia, which is contemporary mosque architecture encyclopedia, which is available free of charge on our web portal. And we have also ASFAR, which is the digital library of all books and publications and researches that have been published about mosque architecture. And also we have the third platform, which is Manaber. This contains all the architects, designers, masters of handicrafts that are currently working on mosque architecture. So the award is not only a system or a body that offer award, financial award or appreciation for the best design or the best practice in mosque architecture, but the award itself is an institution, a research institution, a scientific and a professional institution that's developing mosque architecture worldwide, not only in the GCC countries, but even worldwide. And as I said, recently we have produced this VCO. It's now available on our website that enables mosque architecture facilities and services for all of those people. This was a general idea and general description about the role of Abdel Latif Al Fawzan Award in mosque architecture. This was a part, but the other part that I am personally working on the other side in my researches is about the shape of mosque of the future. That in some occasions and in some events being considered as a kind of very controversial thinking about architecture and about mosque in particular. I have started to thought about the digital mosque and the virtual mosque.
and how the shapes could be developed in the future, and how we can transfer the architecture from the real physical form and volumes into a new era of design, the most especially when we think about the functionality of the mosque itself. Started to thought about digital partitions and the light partitions, start to thought about the virtual imam actually, and how we can apply the virtual imam who could be utilized in the future mosque. I have started also to think about the smart mosques and how it could be digitally controlled by the manager of the mosque in terms of power, in terms of usage of water, in terms of even the air conditioning, the translation of the khutbah if needed. Those ideas, to be honest, is not that much welcomed by some of the the workers on mosque architecture. They thought that it could change and convert the entire vision of mosques and the entire functionality of mosques. But when we thought about, or we think about the practice of prayer, we have not changed the practice. Those are facts that we cannot change. The form of the prayer, the rituals itself, sujood and ruku' are still the same. But what we are talking is about usage of the new technology in mosque architecture. I practice Jum'ah Salah, Salah Friday prayer in Kuala Lumpur. And I was sitting in a mosque that I could not understand even the Friday khutbah, Friday speech. What is what's wrong if we have a device to put on my ear and start to listen instant to translation of this khutbah? What is the wrong if the imam itself being speaking in Arabic or in English in a virtual software and a virtual technology? What's the wrong if I use an additional digital partitions to put outside the mosque in order to limitate the expansion of prayers during Friday mosque, Friday prayer or Taraweeh prayer? So it's all about using the facilities of the modern technology in mosque. We respect the basics of Islam, the pillars of Islam, but what we are talking about is just using of the new technologies in the design of, or in the architecture of the contemporary and the future mosque. We meant in the award to shed the lights on those points, because we are aiming to develop the mosque architecture and the future mosque architecture. We have been working on these ideas and with this concept in the last 3 years. And even we have started to organize a special workshops in Saudi Arabia tackling these subjects. We have a partnership with the American Council of Green Architecture. We have a contact with the companies that they are using smart systems in order to start utilize these technologies in the contemporary mosque architecture. We have included those new applications and new technology in the code of building types, and so in the mosque codes and building types in Saudi Arabia. So Abdel Latif Al Fawzan was a great keynote player in developing mosque architecture, not only in the region, but even worldwide. We have a partnership with the International Union of Architects. We have a partnership with different international research institutions and even international cultural institutions to show
the best practice of about mosque architecture, and also to expose the let's say the tolerance and the adaptation of Islam with modern technology and with modern thoughts as well, because we all believe that mosque itself, it remains the place where all Islamic civilization has the birth inside, and it is the birthplace of all Islamic art and all Islamic politics and all Islamic scientific progress and development happened inside the mosque. So this is why we are currently keen to bring back and to retrieve the actual function of the mosque that almost has been disappeared in the last 100 years. Thanks for Sheikh Abdul Latif Al-Fawzan, the founder of this award, for his advanced thinking about mosque architecture and his generous and kind endowment that he has created to serve the houses of God worldwide. Thanks for His Royal Highness Prince Sultan bin Salman bin Abdul Aziz, the chairman of the Board of Trustees, who gave all the attention and all the concern about developing mosque architecture. Thanks for the sequence of Secretary Generals of the award who have been an added value for the work of the award. And lastly, His Excellency Dr. Mashari Naim, who is the current Secretary General of the award, who has his vision about developing mosque architecture, not, as I said, in Saudi Arabia or the GCC countries, but even in the entire world. The award is currently working in the fourth cycle. We are targeting the whole world. We have received a lot of nominations. We have started to classify the data of the fourth cycle. As we have started, we classified all the data of the first and the second and the third cycle, and all the data is available on our website. Everyone can go and log in and get the knowledge and can read and can know more about mosques worldwide. And currently, as I said, we are working on the fourth cycle, which is now in going. Everybody can just nominate the mosques and can get the benefits of the current data that we have it available on our portal. Now I can say that we are still targeting more institutions worldwide. We are still targeting more, let's say, researchers in order to give them the chance and the platform to think about the future architecture of mosques. Thank you, Dr. Hani, for this nice introduction about the future of mosque, let's say, and the to explaining about the award of Abdul Latif Al-Fawzan. It is very interesting that you call our colleague to join and participate. And really, I went through your library before. It was very rich, and I believe most of our colleagues who are interested in have research about mosque and whatever, they can find it really very interesting and very useful. As well as for the your point of view, it's very interesting about the future of mosque, which is something very interesting. And it is, let's say, the dilemma or the point of discussion everywhere, that what is going, inshallah, physical and the shape or components of the mosque type. Dr. Mohsen, if you allow us, we can start. We have some points of by the audience. They have some questions. I would say it in Arabic and English, in both of them. If it's possible to reply in English, it will be okay. In Arabic, it's be okay as well. We have one question from some of our listeners here. Is how
can you select the mosque, the heritage mosque, for renovation and restoration. وكيف يتم اختيار المساجد التاريخية لعمليات التجديد وإعادة الإعمار. This according to the philosophy or sorry, the policy or the strategy you are using أو نوعية الاستراتيجية اللي حضراتكم مستخدمينها في الاختيار. This our question. في بعض أسئلة أخرى جاي تبعنا إن شاء الله. فدكتور محسن تفضل حضرتك مشكور. شكرا للسائل وحقيقة ودي أؤكد أن طبعا تبنى الاختيار المساجد على كرايتيريا تم تحديدها تبدأ من عمر المسجد وأهميته التاريخية وحجم المسجد وتصميم المسجد وموقعه وأيضا الاستراكشر حق المسجد وهذا حقيقة في يعني اتفقنا على وضع معايير متفقين عليها مع وزارة الشؤون الإسلامية تقيم المسجد يعني يصير مثلا A B C وبناء عليها يعني يتم اختيار المسجد لكن لعلي يمكن الدكتور قبل يمكن ناخذ سؤال ثاني يمكن لعلي أعرج على ما ذكر الدكتور هاني وحقيقة جائزة الفوزان وأهميتها في تطوير مفهوم المساجد وعمارة المساجد وهذه إحدى الوسائل التي تدعم لتطوير عمارة المساجد طبعا في المملكة العربية والسعودية يعني تبنينا يعني مسارات أيضا تدعم هذا التطوير على سبيل المثال هناك يعني جمعيات تم تبنيها في المملكة العربية السعودية جمعية مثلا متخصصة في عمارة المساجد على الطرق وتطويرها مساجدنا على الطرق جمعية أخرى تهتم بعمارة المساجد مع المتبرعين جمعية العمران اللي هي الجمعية السعودية لعلوم العمران هذه أيضا تبنت شعبة المساجد وتشرف أني رئيس لمجلس إدارة هذه الشعبة تبنينا جائزة لطلبة العمارة في كليات المملكة العربية السعودية الجامعات بحيث أن فعلا ندخل مفهوم تصميم عمارة المساجد في يعني الاستوديوز في الجامعات هذه أعتقد أنها يعني أسلوب جيد في عملية التعليم عندما تخرج مهندسين يفهمون عمارة المساجد سواء كانت التاريخية أو الحديثة هذا نعتقد أنه مهم جدا في تطوير عمارة المساجد في مستقبل الدول الخليجية هذا جانب الجانب الثاني اللي هو التركيز أيضا على الأبحاث التي تهمنا في تطوير عمارة المساجد عملنا الآن مثلا على وضع مثلا تعرفون الآن تأثير كورونا وكوفيد 19 على عمارة المساجد والتباعد وكذا شغالين حنا على بحث الآن في شعبة المساجد على كيفية وضع معايير يعني التعامل مع هذه الجائحة أو أي جائحة مماثلة في المستقبل أيضا عملنا في عملية تطبيق الاستدامة يعني عندنا الآن مساجد مثل ما ذكر يعني عندنا مثلا مسجد مثل مسجد المعمور تم يعني استخدام كثير من وسائل التقنية الآن نطبق يعني بالتوافق عندنا جمعية أيضا للعمارة الخضراء وتم التنسيق معهم بحيث أن نأخذ مساجد ونطبق عليها فعليا ليست عملية ريسيرشز أو كذا نبدأ في عملية تطبيق تعرفون مثلا المساجد التاريخية فيها كثير من المعايير تنطبق مع العمارة الخضراء سواء كانت في مادة البناء سواء كانت في الاستخدام الوقف الاستدامة كل هذه الأمور هذه تتوافق مع العمارة الخضراء وأيضا حفظ الطاقة الآن نطور أيضا استخدام مثلا الطاقة الشمسية كيف نطبقها أيضا في يعني استخدامها في المساجد كيف عملية السيركوليشن في عملية اللي إعادة استخدام المياه الأوقاف خلينا أقول يعني قضية رئيسية عندنا مثلا في التصميم والتنفيذ لما نتكلم مثلا على مستوى دول الخليج من يعد هذه التصاميم ومن يعتمد هذه التصاميم ومن يشرف على التنفيذ عندنا إشكالية ثلاث إشكاليات إشكاليا كثير من المكاتب الهندسية لا ترتقي إلى عمل التصاميم المناسبة
عندنا إشكالية ثانية في الجهات التي تعتمد أيضا، إذا ما كان هناك مهندسين أكفاء لاعتماد المخططات ستبقى عندنا إشكالية. أيضا عندنا إشكالية في عملية التنفيذ، يعطى المقاول ولا يوجد إشراف، فتطلع عندنا مساجد يعني غير يعني ملائمة للتقنية الحديثة والتنفيذ الصحيح. هذه الإشكاليات الرئيسية أنا أعتقد أنها مهم على مستوى دول الخليج أن نتعامل معها بدءا من التصميم والتدريب مثلا في الجامعات وانتهاء بالإشراف على التنفيذ. عندنا إشكالية أخرى اللي هي التشغيل، التشغيل والصيانة والاستدامة. يعني لما نتكلم مثلا عندنا في المملكة عندنا تقريبا حدود 100,000 مسجد، من يصين هذه المساجد؟ من يشغلها؟ من يعمل على استدامتها؟ أنا أعتقد أنه مهم جدا الآن إشراك المجتمع في عملية تشغيل وإدارة المساجد دكتور يعني حضرية. بتجاوب كل الأسئلة اللي موجودة قبل ما والله أعتقد أنك جيد أن نجاوب يا دكتور على أساس تمام أوكي. لا هو طبعا ما شاء الله عليك ممتاز دكتور، تسلم حضرتك، بس أنا حاب بعد إذنك عشان ما نضيعش السيكونس أو التسلسل بتاعت الأسئلة استأذن حضرتك فيها، وعلشان بس الزملاء يعرفوا إن إحنا we already concerned the questions. يعني هو كانت الجزء الأولاني هي عملية معايير الاختيار بتاعت المساجد، وجزاك الله خير في الإجابة. الجزء الثاني وأعتقد دي بوينت حضرتك كنت بدأت تتطرق فيها، إن المسجد المعروف دايما سؤال من الأسئلة بيقول إن المسجد كان دوما منارة للثقافة والعلم والمعرفة، فما هو الدور المتوقع من المساجد في إثراء الثقافة المجتمعية في المستقبل؟ على سبيل المثال اللي هو الجزء بتاع التوعية بالكورونا أو ظروف المستجدة. وأعتقد إن السؤال ده له شقين، شق مع حضرتك وشق يقرب من الدكتور هاني، النقطة اللي اتكلم عليها بخصوص عملية التكنولوجي، وإن المسجد ما هوش فقط دور للعبادة إنما هو له دور أكبر من إن هو يكون فقط الصلاة، يعني له زي دور مهم جدا في بناء المجتمع من خلال التقنية. فالسؤال ده لحضرتك كنتوا الاثنين، الجزء الاولاني الخاص برؤيه دكتور محسن، رؤيتك لشكل الدور المتوقع من المسجد في الاثراء، والجزء الثاني للدكتور هاني خاص بعمليه التكنولوجيا، ان ازاي ان المسجد ممكن يكون له دور اكبر من فقط ان هو يكون دور لعمليه الصلاه فقط في خدمه المجتمع. اتفضلي يا فندم. طبعا لا شك المسجد يعني في كثير من المدن الآن وكثير من الأحياء فقط كان يعني أو الآن يستخدم للصلاة فقط. الهدف الحين الآن نتبناه في المملكة العربية السعودية اللي هي إعادة وظيفة المسجد، وظيفته من ناحية الثقافية يعني بالإضافة لوظيفة الدينية من ناحية الاجتماعية. هذا نعتقد من أهم الأعمال. المسجد في السابق وهذا اللي وجدناه الآن في القرى والبلدات التاريخية، المسجد هو المحور، هو الذي تنطلق منه الثقافة، هو الذي تنطلق من التعليم. الآن بدأنا في مرحلة جديدة في المملكة العربية السعودية اللي هي أنسنة المدن، والأنسنة هذه معناتها أن ربط المسجد بممرات المشاة بالحدائق المجاورة بإيجاد الأنشطة التي تدعم ثقافة المسجد، استعادة دورها الرئيسي في عملية تثقيف المجتمع وعملية التكافل الاجتماعي. هذه هدف من أهداف الرئيسية التي نتبناها سواء في إعادة تأهيل وتطوير المساجد أو في المساجد الحديثة. إزاي بقى يا دكتور؟ يعني الفيجن إن هو هدف يعني ما شاء الله هدف سامي جدا، لكن رؤية حضرتك إزاي ممكن يفعل هذا الموضوع؟ يعني هي الفكرة إحنا دايما في بوليسي أو في استراتيجي بنحط دايما توبكس فيري سترونج ورنانة، لكن عملية ازاي تطبق؟ يعني هو ده التشالنج اللي احنا بنتكلم فيه. يعني احنا الهدف من الديسكشن بانل دلوقتي ان احنا في معانا يعني شباب سواء طلاب او باحثين او كده، المفترض ان هم عايزين يتجاوزوا مرحلة نقطة التايتل لمرحلة الاكشن.
فانت رؤيه حضرتك ازاي ممكن يكون المسجد له دور في المستقبل بعد ما هو الوضع الحالي؟ وخلينا نتكلم برضو ان جنرال، طبعا المملكه العربيه السعوديه لها دور كبير، بس انا اللي اقصده على مستوى العالم، يعني المؤسسه بتاعه الفوزان مثلا لما جت تتكلم على المسابقه عملت في كوالالمبور وعملت في كذا وكذا، هي الفكره عايزين نخرج من حيز المملكه السعوديه او في المملكه في البحرين او في مصر او في السعوديه او في سوريا، لا عايزين نشوفها وورلد وايد، ازاي ان الرساله بتاعت المسجد تتغير وتبقى للحقيقه الواقعه بتاعته، ان هو ليس فقط مكان للصلاه فقط. ده اللي هو محور السؤال بعد اذن حضرتك. يمكن لو نظرنا الى المراكز الثقافيه في العالم الاسلاميه، اعتقد يمكنهم نجحوا اكثر منا في الدول العربية والدول الخليجية. يعني مثلا تروح المركز الإسلامي مثلا في أدنبرا أو في أحد المراكز في لندن أو في كذا، تحصل المجمع يعني ما هو فقط دور مسجد وصلاة وكذا، وإنما يعني يتطرق إلى جميع النواحي الأخرى اللي تهم المسلمين المجاورين لهذا المركز. عندنا في المملكة بدأنا حقيقة نركز في هذا الموضوع في مساجد محددة، مثلا مسجد المعمور، يعني بدأنا يعني ندخل فيه الأنشطة، يعني نشاط مثلا العلاقة مثلا بكبار السن، نشاط العلاقة مثلا بالتثقيف، نشاط العلاقة بتحفيظ القرآن، نشاط العلاقة بالأطفال، كيف أنك توجد أيضا مكان مناسب للأطفال قريب المسجد، ربطه أيضا بالحديقة مثلا عامة، كيف تربط الناس اللي يجون للموقع هذا بالمسجد. ايضا دور المجتمع، انا اعتقد ان هذا يعني مهم جدا يعني في كل الاحياء، يعني انا اعتقد في تجربه في الفجيره يعني بداوا فيها، يعني بداوها بشكل جيد، ان بداوا ينشئون مثلا مجلس اداره المسجد ويتولاها عدد من المهتمين وذوي الثقافه الجيده في المجتمع يديرون المسجد. هذا اشراك المجتمع في العمليه يعني بشكل كامل. ايضا لا يكون المسجد فقط مفتوح لأوقات الصلاة فقط، وإنما يكون فيه الأنشطة، مثلا أيام الأعياد تقام حول المسجد وفي المسجد، اجتماعات أهل الحي تقام أيضا في المسجد، أي إشكالية سواء كان فرح أو شيء ثاني يقام أيضا في مكان قريب المسجد. أعتقد هذه الأنشطة تساهم في إعادة إحياء دور المسجد. تمام، استأذنك دكتور هاني بقى، معلش طولنا دكتور هاني وخليناك منتظر كتير لإجابة الجزء الخاص بحضرتك. دكتور هاني معانا حضرتك؟ دكتور هاني؟ ما أدري دكتور هاني، الجزء الخاص بحضرتك بخصوص التقنية أو التكنولوجي اللي هي المستقبلية في عملية إثراء دور المسجد في اللحمة أو في الانتراكتينج بين الموسك أند الأربن كونتكست، يعني mainly there is a high rate of يعني accelerating for the technology and rapid technology. To how far we can use this technology from your point of view inside yes. the mosque? Yeah. Thinking about the questions and the role of that Al-Fawzan Award could be an added value in this respect, even worldwide. Yes, Doctor. We can hear you, Doctor. Doctor, it's okay. We can hear you. Yes, please, doctor, we can hear you. Please, go ahead. To promote the idea of using from the new technologies in architecture, as I said in my presentation that Al-Fawzan Award has started to include all those points and aspects about new technology and the mosques codes, building codes in the kingdom of Saudi Arabia.
And we have started to promote those codes even worldwide. For example, during the International Conference on Mosque Architecture that's been held in Kuala Lumpur last November 2019, we had a special session about the application and the usage of the Saudi mosque building codes and how it could be applied in Malaysia. And at the same time, we have recently received similar demands from the Ministry of Islamic Affairs in Kuwait and the UAE. So we have started to spread out the knowledge about the new technologies and how it could be kind of a legal and formal demands that could be applied in all mosque architecture process, either through the municipalities and the ministries and the governments, or through the practitioners of architecture, and even through the researchers. We have created this international conference for mosque architecture, ICMA. Now we are preparing for the third version in Sarajevo and Bosnia to spread this knowledge and to spread this know-how among the researchers, because we believe that researchers and academics and interested architects who will be attending those international conferences and who will be reading the proceedings of these conferences will start to think about the technology and the usage of technology. And in the end, we are in a full partnership with the International Union of Architects, and they are our partners in this award. And through this scientific and professional platform, we have started also to spread out the knowledge about the new trends in mosque architecture and the shape of future mosques, even throughout the international organizations worldwide. As I said, we have also partnership with different international organizations in Central Asia and North and Central Africa. Now we have started to reach out to Europe, to Russia, to South America. We have now cooperation with Chile, with Peru, and the United States. So we have started to speak loudly about those technologies. Now, from our experience with we found out that the new generations of architects, let's say the architects who are under the age of 50, now they have started to use the new technology. But we have also controversial and opposition from the traditional architects who are over the 50s or over the 60s, who are still stick to the classical shape of mosques. But when we went out for international seminars about mosque architecture worldwide, in Samarkand, in Ajman, in Dubai, in Kuwait, in Alexandria, and Paris, we found the new generations are much interested and they are really fascinated with the idea of new technologies and mosques. And they have started already to apply those. We have even started to read articles about the in usage of those materials and those technologies in the architecture of mosques. Because, as I said, we are following up and we are monitoring the progress of the professional and the academic production in this regards. And we are happy to know that Al-Fawzan Award has started to give an international voice and an international, phenomenon in the mosque architecture and the future architecture of mosque. Okay, Doctor, I would like to read one question for you, Dr. Hani, as well. The question is as follows. Thank you, Dr. Hani, for the very interesting Thank you, Dr. Garni, for the very interesting questions. Despite my limited Arabic, the question is now is how you deal with conservations of mosques that have altered and changed over time.
and how you can ensure the authentically of originally of original form and architecture's feature are ensured. This is the first one for Dr. Hani, and would you please, Dr. Hani, يعني احتاج بس الرد بتاع حضرتك في عجاله عشان الوقت ابتدى يدهمنا شويه. اتفضل يا فندم. دكتور هاني اتفضل حضرتك تحب تجاوب. طيب الدكتور يبدو ان في مشكله. دكتور هاني بليز. Thank you for Dr. Hennedy for raising important issues of the future mosque. The question, can the modern mosque architecture so far compete with the established centuries mosque architecture? That this is the question. Would you like to repeat it again, Dr. Hani? I did not cut the question. طب, I will repeat it again for you. I will just read it again for you, please. Okay. The question is, can the modern mosque architecture so far compete with the established centuries mosque architecture? Somehow I do understand, and I did understand. It's about the relationship and the usage of technology in the classical mosques. Am I right? Yes, this is this is what I understand. Yes. Here, the issue is that the modern mosque, let's say that there is a modern way of thinking with the design of architecture for the mosque or the mosque. Of course it can. Please. By the way, the the mosque itself as a building is the most flexible architectural type in the entire history of art. The mosque architecture can easily adapt and absorb all types of cultures and all types of techniques and all types of structure. It depends on the community and society itself, whether how far this society or this community wants to apply this new technology, either in their new design or how they can add this technology to the already built mosques. We are ready in the award to give any free advisory, free consultancy about this process, because we know that somehow it's a bit complicated to combine the built and with the new technology, but we have the practice, started to have the knowledge how to this one could be added and could be developed. Okay, thank you very much. Okay, Dr. Mohsen, معنا ولا he's still with us, Dr. Mohsen? معاكم الله يسلمك. اهلا دكتور. لان كان السؤال اللي فات لان كنت متوقع حضرتك تجاوب عليه, بس في السؤال اللي بعد كده مكتوب, ذكرتم القرى التراثيه, كيف يتم احياء القرى التراثيه وليس فقط ترميم مبانيها او استضافتها لمهرجانات ثقافيه, وكيف يمكن تحويلها لقرى مستدامه بمعنى تمول ذاتها من حيث الترميم المستقبلي, ان هي ما تكونش جاست اديمو يعني. ده أعيد السؤال تاني لحضرتك. واضح الله يسلمك. طبعا القرى التراثية عندنا حقيقة عدد كبير جدا في المملكة العربية السعودية من القرى التراثية, وللأسف يمكن مقارنة مع بعض الدول, لو قلنا مثلا في المغرب العربي تحصل القرى يعني من زيادة كثافة السكان فيها أو المناطق التاريخية يخفون من العدد. احنا في المملكه العربيه السعوديه نحاول
ان نوجد عدد من الناس اللي يعيدون يعني استخدام هذه القرى. الهدف من الاستخدام او الاحياء هو الان ايجاد وظيفه للقريه، ليس فقط الترميم، وانما يكون تستثمر، تعاد لها الحياه، توجد لها انشطه تساهم في تنميه المجتمع الريفي. وبدانا في كثير من القرى على مستوى المملكه مع وجود السياحه ووزاره الثقافه الان، والحمد لله يعني نجحنا الى حد كبير جدا في قضيه اعاده الاستخدام والتوظيف. يعني مثلا عندنا قريه رجال المع في عسير اصبحت از ديستنيشن الان، وقريه مثلا ذي عين الخبره في القصيم، وهذه حيث الحمد لله عادت الحياه لهذه القرى. فوجود السياحه ايضا كانت ايضا حافز للمجتمع المحلي في الاستثمار. احنا نعمل وفق يعني حقيقه برامج محدده، ونستهدف المجتمعات المحليه في اعاده الرجوع لهذه القرى واستثمارها. اوكي. لو سمحت السؤال الاول ترى ما يعني ما ذكرت، انت قلت الدكتور هاني. لا هو كان الاثنين على العموم. انا عندي بس لا ولا يهمك دكتور، هي دكتورة تمادر بس هتشارك معنا في قراءة الأسئلة، لأن أنا يبدو أن أنا التكست عندي صغير جدا، فأنا كنت بحاول أقرأ بس يعني مش عارف أجيب التكست قوي. فدكتورة تمادر please can you share with us the questions please دكتورة؟ يعني أوكي no problem at all. أول شيء شكرا دكتور هاني، ما سنحت لي الفترة أقول لك شكرا على إفادتك وعلى إثرائك للنقاش. There are a few questions dedicated for you. We have, first, can you tell us more about the... No, this is for Dr. Mohsen. I'm moving on to the other one, which is by Mrs. Leila. Thank you, Dr. Al-Gharni, for the very interesting presentation. The question is how to deal with the conservation of mosques that have altered and changed over time, and how can you ensure that authenticity of original form and architectural features are ensured. There are also something يعني related to it, which is the, can you tell us more about the process of 3D scanning in the Heritage Mosque? هاي حق دكتور محسن. ما أدري إذا جاوب عليه دكتور محسن أو لا، لأنه كان يتقطع عندي. جاوب عليه دكتور إسلام؟ لا ما جاوبش. هو ده كان السؤال اللي أنا قلته والتكست كان مش مبين معايا. تفضلي فن دكتور محسن حضرتك السؤال. دكتورة تمادر ممكن تعديه للدكتور محسن تاني من فضلك؟ دكتور محسن في سؤال حابين إن لو تتكلم بشكل أوضح عن عملية المسح الثلاثي الأبعاد اللي قمتم به لتوثيق المساجد التراثية، وكيف استفدتوا من نتائج المسح؟ يعني في عندنا دكاترة مهتمين وايد بطرق المسح الثلاثي الأبعاد. وفي بعد سؤال اللي هو كيف اهتميتوا بالمساجد أو بترميم المساجد اللي يعني مر عليها الزمن واختلفت ملامحها؟ يعني شلون كنتوا تراجعون الملامح المعمارية لها، وشلون كنتوا تعيدون ترميمها؟ شكرا. طبعا بالنسبة لاستخدام التقنية 3D Laser Scanning، طبعا كانت من خلال متخصصين عملوا معنا من خلال مكتب استشاري، وأيضا مساهمة الزملاء في البرنامج. طبعا التقنية هذه التقنية معروفة ومتقدمة، وعملنا طبعا ميزة هذه التقنية انها يعني بتمسح بطريقه يعني تفصيليه، تستطيع من خلالها ان تحدد كل ملامح المسجد، تستطيع من خلالها ان توجد وش الاشكاليات اللي في المسجد، تستطيع من خلالها مثلا اذا كان هناك في تشققات، اذا كان في اي شيء. هذه الليزر سكاننج تترجم الى رسومات معماريه. الميزه في هذه ايضا انك تستطيع انك تضع منها بنود ترميم، يعني وتحددها سواء كانت بالكمية أو بالمساحة. هذه تقنية حقيقة، ومن يريد أن يتواصل معنا أنا ممكن حقيقة نعطيه تفاصيل عن هذه الآلية وكيف استخدمناها.
طورناها حتى في انتاج الاطلس، اطلس المساجد التاريخيه، يعني لو تشوف الرسومات ودقتها يعني كانت يعني عاليه المستوى. طبعا كيف نستعيد المسجد اذا كان مثلا كثير منها يعني تهدم؟ طبعا احنا نتبع عده وسائل. الوسيله الاولى نرجع للصور القديمه، الصور التاريخيه اذا موجوده. الناحيه الثانيه من الوثائق التي كانت تشرع على المسجد، مثلا مسجد البيعه في مكه المكرمه، رجعنا الى تاريخ بناء المسجد ومن وصفه قبل مثلا 1000 سنه. ايضا نرجع للمجتمع اللي كانوا مثلا يصلون في المسجد اذا كان الى عهد قريب مثلا قبل 30 و40 سنه، يشرحون عن يعني كيف كان المسجد. كل هذه المعلومات ناخذها، وايضا لما يعني نعيد التصميم يعني نحاول نكمل الاجزاء ونستفيد من الصور ونستفيد من الناس اللي كانوا يعني معاصرين للمسجد، بحيث ان نستعيد نفس الهويه. بالاضافه ان حتى في التصميم نضيف بعض التقنيه الحديثه، مثلا بعض المساجد تكون مفتوحه، وضعنا زجاج بحيث انه يكون شفاف يعني ممكن للرؤيه، لكن ايضا يحافظ معنا على التكييف وعلى نظافه المسجد. اضافه مثلا الاير كونديشنز بحيث انه فعلا تكون بطريقه ايضا تتلائم مع تصميم المسجد، الاناره، الخدمات الاخرى. كل هذه العوامل يعني تعمل من خلال ايضا الاثاريين، المؤرخين، المهندسين المعماريين، نعمل كلنا كمجموعه عمل. تسلم دكتور، شكرا. There is another question as well for Dr. Hani Al-Hunaidi. Thank you, Dr. Al-Hunaidi, for raising important issues of the future mosque. The question, can the modern mosque architecture so far compete with the established centuries mosque architecture? And I think I also want to add to this, you know, I was very interested in the questions that you have raised earlier, Dr. Hani, you know, about when you pray in Indonesia or Malaysia, is the same act of prayer in all the countries. It's just the technologies that you're using can be different. And so the floor is yours. I'm very interested to hear what you can reply to that. He replied before Dr. Tamadar, I believe. But if you'd like to add, I can actually comment on it or follow up with it. As design educators or as architectural educators in the university or in the architecture interior design program, we're also like viewing history and viewing the chronological order of how the architecture of the mosque is being developed. Now we come to this contemporary, now we're teaching our students now to envision the contemporary mosque of the future. Sorry? Yes, Doctor? So we're envisioning the future of mosque, and we're trying to promote stepping outside the box with the students, and in order to envision how the mosque would be like in the future. And you've kindly mentioned about the use of smart technology or smart museum, sorry, the smart mosques. So the idea of the smart mosque, can you talk more about it? And how is it related to the criteria of Al Fawzan Awards? Yani, do you also look into these as certain criteria when you grant the awards for the different coming mosques that's happening around the region? Dr. Haney, please. Did you hear the question, please?
I believe Dr. Hani, can you hear the question of Dr. Tamadar, please? Well, yes, I can say that I don't like the usage of competition between the traditional shapes, traditional forms of mosque and the contemporary one. The terminology is somehow, somehow difficult to accept. All of them are mosques, or all of them are a location for a prayer and a location for rituals and for social, let's say, enlightenment. We are talking about the architectural forms that are shaping those functions. I do believe that the development of communities always been reflected on the development of the architectural forms. And in some ways and in some approaches, as we can see in the traditional villages and the heritage villages, the usage of the traditional mosques are more popular and can be built with the surrounding neighborhood. But with the contemporary city centers or contemporary architecture or contemporary urbanism, we can see that having a similarity in the architectural form, it could be more acceptable. Usage technology could be applied everywhere, as long as we have the professional architects or the professional interior designers who can insert those technologies in friendly and let's say, where he can respect the architectural form of the mosque itself. In Abdel Latif El Fawzan Award, yes, we have started to think about this. And even we have, as I said before, we have started contacts with the contractors and engineering firms that are working in the smart systems. And at the same time, as I said, we have a partnership with the green architecture, and the sustainable architecture organizations worldwide. And we gather them in a seminar like 1 year ago. And we have invited most of the decision makers, other municipalities or the Ministry of Islamic Affairs to attend those seminars to show them that the usage of smart systems are very much welcome. Mosques, by the way, are the most consuming buildings for water and energy, not even in the Islamic world, but even worldwide, because we are using water 5 times a day. We are using power and energy 5 times a day. Talking about mosques in Russia or in Europe, who are using even power for heating. So it's been a very essential questions about how far we can control the usage of power and the usage of water in the mosques worldwide, because it's been a point of criticism as well. So this is why we are encouraging even architects to start think about using smart systems. And there is already some companies here in Saudi Arabia on the Arabian Gulf and GCC countries returning back to GCC. We can see that architectural and engineering firms in the GCC countries are the most advanced in the question of usage smart systems in mosques. And they have started to export this knowledge worldwide, because we are concerned as a community and as carriers of the true message of Islam worldwide. So we want even to transfer the knowledge and the best practice of smart system worldwide. And this is why we have our second international conference on mosque architecture in Kuala Lumpur last year. And again, we have our third international mosque architecture in Sarajevo, start spreading out the knowledge and spreading out
the know-how of new thinking and new, let's say, thoughts in mosque architecture worldwide. Thank you. By the way, our colleagues are very happy that you will have it in Sarajevo next conference, inshallah. And there is acknowledgement for this point. Okay. Dr. Tamadar, is there any other questions, please? No, I am looking at the questions. I think it's just I thank you for Dr. Al-Hanedi for selecting Sarajevo for the next event. We are all as faculty are looking forward for this event happening in Sarajevo, and inshallah some of us will be participating. I'm just checking again. I think we are done with the questions. There is one question for Dr. Mohsen. Maybe this would be our last question, Dr. Islam, which is, can you tell us about the green buildings? هل يمكن أنك تخبرنا يا دكتور عن المباني الخضراء؟ نستطيع أن نحن نشوف أعمالك المتعلقة بهالموضوع؟ هل هي موجودة في الويب سايت أو يعني في لها شرح مفصل على الويب سايت؟ شكرا. طبعا يعني احنا بدأنا نطبق في مثل هذه الأعمال مثل ما ذكرت المساجد التاريخية تحتوي على كثير من العناصر التي تحقق العمارة الخضراء، وهذه كيف أنه فعلا يعني نطورها في المساجد الحديثة. طبعا في هناك أيضا أنشأنا في جمعية السعودية للعلوم العمران شعبة خاصة بالعمارة الخضراء، وبدأت حقيقة هذه الجمعية يعني تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سواء كانت في المساجد أو في الوزارة البلدية والقروية لتطبيق المعايير التي يجب أن تؤخذ في عملية العمارة الخضراء. هذه إحنا الحمد لله في المملكة متجهين بشكل كبير جدا في هذا المجال. فيمكن أفضل شيء اللي هي شعبة اللي هي العمارة الخضراء هم أكثر ناس يعني يفيدوننا في هذا التوجه، وفي تنسيق معهم دائم. أوكي دكتور محسن، تسلم، شكراً. شكراً دكتور محسن، دكتور إسلام، ودكتور هاني. أتوقع في سؤال آخر شيء أحس أنه ممكن يكون نهاية حلوة للنقاش، واللي هو أن العمل أو أعمال المشروع أو مشروع ترميم المساجد أو مشروع عمارة المساجد وعلاقته بفيروس كورونا، فأحس أن هذا ممكن يعتبر مؤتمر بحد ذاته الموضوع، لأن يعني ممكن حتى نطرح هاي المواضيع إن شاء الله المرات الجاية، أن شلون الفيروس ممكن أنه أثر على عمارة المساجد وكيف أثر على حتى البيهيفير أو تصرف الناس داخل المساجد. ولا إيش رأيك دكتور إسلام؟ Yes, sure it is. Yes. Anyhow, Dr. Tamadar, I would like best to highlight that we are running of time now. I believe we have to end our wonderful discussion panel, because I believe now nearby our lecture time and our college and our colleagues, we need to separate from you. End of the conversation, Dr. Tamadar, do you like add anything, please? Because I received some messages when you will finish. over to you. We can wrap it up, of course. Thank you. والله دكتور سلام، أنا أعتقد أيضا لو أعطيت كل منا يمكن دقيقتين أو كذا لي يعني وضع يعني تصور في ختام يعني هذه الورشة الجيدة. فطبعا لا شك يعني ما طرحته الأخت في التماضر في قضية تأثير الكورونا على تصميم المساجد، أعتقد أن هذا مبحث ويستحق الكثير من العمل، وإن شاء الله يعني نقدم في مؤتمر البوسنة يعني بحث إن شاء الله يعني نصل فيه بإذن الله إلى وضع بعض المعايير لهذا التوجه، ولكن الموضوع يعني حقيقة يستحق الكثير من العمل.
ايضا ودي ايضا في ختام يعني مداخلتي معكم ان اقول ان لا ينقصنا كثير من الابحاث ولا ينقصنا كثير من يعني خلينا نقول الابحاث الاكاديميه، ينقصنا قضيه التطبيق. فارى ان المهم جدا في قضيه ان تحويل هذه الابحاث وهذه المعايير الى التطبيق من خلال المؤسسات الحكوميه والمجتمعيه، بدءا من التصميم. وارجو ايضا ان لا نبتعد كثيرا في مستقبل مساجدنا عن الهويه. يعني بدات يعني اشاهد او بعض المساجد التي تمر من خلال يعني بجنبها ولا تعرف هل هذا مسجد ولا مسرح ولا مصنع ولا كذا. انا اعتقد ايضا لابد ان هناك يكون توافق ما بين الهويه وما بين الحداثه. هذا انا اعتقد ان هذا مهم جدا على مستوى دول الخليج، وخصوصا ان المسجد هو اكبر رمز للعماره الاسلاميه او للمجتمع المسلم. ارجو انها لا تفقد هذه، ويصير فيه مواءمه يعني بين الحداثه وبين الاصاله باستخدام التقنيه الحديثه. ايضا يعني ارى انه من المهم ايضا التركيز على قضيه الاستدامه في توظيف العماره الخضراء، وايضا التشغيل والصيانه من خلال المجتمع المحلي، وايضا التركيز على خصوصا الان احنا في جامعه البحرين نتحدث التركيز على يعني ادراج في الاستوديوز تصاميم تختص بدراسه المساجد على مستوى الخليج، وايضا تصميم مساجد، وهذا الحقيقه بدانا نطبقه في المملكه العربيه السعوديه. اختم ايضا باهميه ايجاد اوقاف. الوقف هذا ممكن يصرف على المساجد في استدامتها وتشغيلها. شكرا لكم. شكرا جزيلا دكتور محسن، اضافه طيبه جدا، شكرا جزيلا. دكتور هاني، do you like to add anything before we end our discussion panel please؟ دكتور هاني، اوكي. anyhow دكتورة طماطر، اعتقد ان الوقت دهمنا شويه، مش كده برضو؟ ايوه نعم. I would like to thank you, Dr. Mohsen and Dr. Hani. Thank you very much for this wonderful discussion. And really, we appreciate the point that you raised here in the floor. As well, the valuable answer for most of the questions had been raised. And we apologize because maybe some questions we didn't answer about it. But in fact, regarding the point of COVID, the smart systems could also be used to detect تفضل دكتور هاني، بليز تفضل حضرتك. احنا سامعينك حاجة، we can hear you please. I believe there is a lagging in the sounds, therefore Dr. Hani, you didn't hear the conversations from our side. We apologize for these technical issues, but this is out of our hand. Okay, at the end, I would like to acknowledge our colleagues in the IT as well. And Ms. Lama, thank you very much, and all of our attending colleagues today. And Dr. Tamadri, if you'd like to end up our conversation, please. Thank you so much for attending the sessions, everyone who attended with us today. And thank you for our wonderful speaker. It's okay. كنت مجرد بثير نقطة إنه الأنظمة الذكية ممكن تستخدم في كشف عن الحالات الكورونا إذا احتاج الموضوع. صح of course yeah. This is something that maybe حتى our students can think about when they're designing their mosques. This actually makes me want to mention that there is a virtual exhibition, and our speakers, يعني you're more than welcome to see some of the work exhibited for the virtual exhibition
some of it from interior design, some of it from architecture, and how they actually view the future of Islamic architecture from the young minds. Thank you, everyone, and thank you, Dr. Islam, for moderating the session. Please keep an eye on the upcoming session. We have tomorrow, inshallah, the keynote speakers will also enrich our conversation, and especially they will also tackle the same topic, inshallah. And thank you, everyone. Okay. Thank you very much. Okay, salam alaikum everyone. Shukran, Dr. Basra. Assalamu alaikum.